بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، حابة أتكلم عن موضوع مرة مهم. بالنسبة لمرضى السكري النوع الأول تحديداً، أو ممكن النوع الثاني السكري الغير منتظم، في حالياً مع تطور التكنولوجيا مضخات الأنسولين، أغلب الناس اللي بدأوا يركبوا مضخات الأنسولين صار بالنسبة لهم الصيام جداً سهل، لأنها تعتبر مضخة الأنسولين كأنها بنكرياس صناعي. فأي شخص بركب مضخة الأنسولين جداً سهل على الصيام، يحافظ على سكر وضغط خلال فترة الصيام كاملة، يحميه من الانتفاضات، من الارتفاعات، من الجفاف خلال فترة الصيام. تشفى السعودي الألماني. أتمنى لكم صوماً مقبولاً وصحة وعافية يا رب.